بعد طال عمرك فيها قصة قديمة اللي الله أعلم أنها في قرون ماضية. الناس من أول طال عمرك ما في مستشفيات، وفيها هالبيت ذبح مجدري كلهم، هم إخوان وذبح العائلة كلها، ولا بجي إلا ولد وبنت، هم إخوان وواحد له بنت وواحد له ولد وبيتهم واحد، لكن قدر الله عليهم وذبحهم طال عمرك الجدري. أول ما في مستشفيات ولا في الجدري اللي أجل عرب الله، لا بلا أنا حصدهم حصد وذبحهم، ولا بقى البنت هذه والولد، البنت والولد مسكوا حل على أهلهم وبيت أهلهم ومسكوا وسنهم يبي يأخذها، يبي يأخذ البنت أو إنها خذها بنت عمه وبيتهم واحد. تساعدوا قالت أنا ترى أغلى منك، قال لا والله ما أنت أغلى مني، أنا رجال وأنت ما رجال، شايف تجينا؟ قالت أجل بكرة أنا بنروح للديرة وببيعك وشوف كم تجيب، والنهار الآخر أو بعد أسبوع تجيبني للديرة وتبيعني وشوف كم تجيب. قال زين، البلد هذا فيه سلطان جاير من السلاطين أقدر، بيته طال عمرك على السوق، على السوق اللي الناس تمشي فيه، مشرف على السوق وهو دائما يجلس في بيته على السوق. ويوم أصبحوا هو يروح وياها وهي تقتعد، يا شر الرجال يا شر الرجال يا شر الرجال، ما أدري سامعوه ما أدري ما سامعوه بشيء، ما أدري، المهم ما راحوا. عقب يوم ما أدري يومين وهو يجيبها، يا شر البنت يا شر البنت، وليها بنت عليها زين وعليها، هم يقومون يسمونها يسمونها. قال السلطان اشروها لي، يقول الله يجيده. قالوا بهاي القيمة؟ قال ماني بايعها. قال والله تعطيني وزنها. قال اعطوه وزنها، هم يحطونها طال عمرك في الجبان في الميزان، يحطونها في الجبان ويحطون وزنها طال عمرك جناهات، لان الجناهات ما لا تبع. قالوا هذه جناهاتك في منزلك، والسلطان ياخذها. هو ياخذ جناهاته ما يدري وش يسوي بها، يحفل لها طال عمرك حفرة عند ساسة قصر السلطان، يحفل لها حفرة طويلة ويدفنها ويرقد عليها، واليوم انه لاش لا بنوك، واليوم انه اصبح وجا العصر جلس عليها وقام يغري من دراهم يحسبها. فيه شحاذة من الشحاذات معها وليد تمر دائما من عنده للسوق تشحن، وتشوف يوم الدراهم عنده هذا. يوم جاء نهار انه يتمر رجال عصر ويتحذف الولد عليه، قال دوك ولدك دوك ولدك ولا كد عليه. قال بسلم الولد، قالت الخلوه يا المسلمين يا ويا المسلمين، انا ورعه مطل ادري وولده ما يكد عليه، هنا شحاته ضعيفه، هم يا الحمار خذ ولدك ولا كد عليه. يا الولد ما ادري وش يسوي، ويعطيهم يعطيها طعام دراهم، والله ما ادري ايش كذا دراهم مصروف الا الولد. ويتر فيه عجوز جالسه، يوم اصبحت العجوز جاء العصر الثاني وهي تجي. قال كنت لعبت عليك الشحاله؟ قال وش تبني اسوي؟ قالت تو كنت خبل يا منها مرتك شوي، اخذ الولد، والله ما تخلي ولدك، وهي ترى عندها فلوس، والله ما تخلي ولدها لو تعطيها الدنيا وما فيها. قال اعطيني ولدي، الناس كلهم شاهدين ان امس ان الولد هلاك. قال اعطيني ولدي وروح، والله تعطيك درها ترد على درهمك وتعطيك كذا. ويا والله يا ناس فكرت صح. يوم مرت به تعرضها ويتل الورع من يدها. قال اعطيني ولدي، يلا روح هذا ولدي، والناس كلهم شاهدين على. قال تكفى اسكت ابى اعطيك درهم. قال لا ما بدرهم ابى او ولدي. قال تكفى اخذ درهمك وخذ كذا معها كذا. قال زين تعطيه دراهم طال عمرك وتعطيه معها كذا. جتها العجوز خد دراهم، قالت خد دراهم؟ قال الله الله. قالت انت وش قصتك؟ قال والله انا قصتي كذا وكذا وكذا وكذا. قالت شوف عيد الهراس، عيد الهراس قصاب في الديره يذبح الابن. قالت شوف عيد القصاب عيد الهراس، يا من صليت العصر حط بين اصابعك جناه، ولي فضت من الصلاه خامسه ورص الجناه في يده وخله، والنهر الاخر مثله، كل الان يمسك يبي يمسكه وينشدك. قال زين، يوم جاء صلوا العصر ويحط الجناه بين اصابعه،
مساك الله بالخير يا عيد، قالها لا، وهي خامسة وهي قصة الجناح في يده ويروح. يوم ما أجى النهار الآخر العصر ومثله، مساك الله بالخير يا عيد، وهي خامسة وهي قصة الجناح في يده ويروح. يوم جاء النهار الثالث وهي مساك الله بالخير يا عيد، وعيد يد قلبه. قال أنت وش قصتك؟ أنت وش عندك؟ قال يا عيد يا عيد القوايا اللي يالفهم، عيد الركيب اللي يالفت من مغيبها، يا عيد اللي في القصر الأعلى بواعه وبكي عيد القوايا تجيبها. قال أنا عيد عيد القوايا اللي يالفهم، وأنا منتهى الشكوى اليوم من بليبها، إنسانها بالسوق سجن حلالي، إنسانها بالسيف سيفي يجيبها. علمه الرجال بالقصة، قال زين، قال قعد بس، قال لا لا أنا أعلمك. عيد يذبح البل، يوم أمس الليل طال عمرك وكل الرقد، وعيد يملأ له جدر في حبر. السلطان هذا في الدور الثالث، وكل دور حاط من ماش عسكر، كل دور حاط من عليه عبد بسلاحه وسلب العقوبة، والدور الثاني مثله، والدور الثالث مثله، عبد وسلب العقوبة حراسة. وهو يشتال جدره طال عمرك، يوم الناس رقدوا هو يجي يطق على العبد الموالي، قال بعطيك انا اعطيك صدقه لحم. قال زين، هو يعطيه طال عمرك هبرت ياكل منها العبد ويحذف له سلب الحمى، قال بعطيه رفيقك اللي فوق. قال زين، ويطلع ويعطيه الاخر ويعطي الثالث كلهم. ثلاث ايام لان الكلاب كل ابوها عرفته، الكلاب عرفته والعبيد عرفوه، ما غير يحترونه بس متى يجي يعطيهم لحم. يوم جاء النهار الثالث هو يقبل عمك، هو يحط الذلول وهو يحط شدادها وهو يحط المذهب عليها وهو يعجلها. قال تعال يا شلوى، خليك عند الذلول لا نجيك، وخذ درهمك. وهذاك يقعد عند الذلول وهو ياخذ طال عمرك سيفه، وهو يتجند سيفه وهو ياخذ الحمى وهو يجي على عادته، وهو يطق على العبد والعبد ما غير يشتريه، والعبد يفتح الباب له هو يدخل، هو يقطع راس العبد ويوم ينطل للسلب الحبرة ويقطع راس السلب ويطلع للدورة الثانية ومثله، ويطلع للدورة الثالث ومثله، يعطيهم كل واحد يعطيه حبرة ويقطع راسه ويطلع للسلطان فوق يبتر يذبحه. قال قوم تبين فلان، قالت اي والله. قال ياخذها بيدها طال عمرك، هو ينزل بها. قال استلم هذا من توكل على الله، وهذاك ياخذ ذلوله هو يروح. حقوا الناس طال عمرك السلطان النهار اول النهار، وجاء العصر ما شافوا السلطان ولا جاله ولا طلع ولا يوم جوده ما اكل الى العون. السلطان مذبوح وعبيده وكلابه كلها مذبوحين. كب 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 هو يقول شو ما ادري مذبح، يقول تبغى الناس تقوم ما ادري مذبحه وكلني تزبر الناس وذا العجوز جالس تناك. قالت عيد الهراس قطع الراس، عيد الهراس قطع الراس. قال يا خاله، يقول هو يسمعها، قال تبلت الحمت الهشه. قالت اي والله. قال تعالي تعالي، واللي الجدر طال عمرك اللي يطبخ فيها الناقه يفوح، حاطه على النار يفوح ما فيها الا ماء. يوم جت طال عمرك تهدى بيعطيها الحمى وياخذها طال عمرك بعضيداتها ويضربها بسط الجدر ويقطعها عليها، واللي ما لحم ما بيجي غير عظامها. هذا طال عمرك سالفه عيد الهراس ورفيده وسلامتكم.